السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم نعمان زريوح في فيديو جديد، فيديو صادم صدقوني، لأنني سأجيب عن سؤال يحير الكثيرات. أنا أتكلم عن الضحايا النساء أو الرجال. بطبيعة الحال أنا أتحدث للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. هذا السؤال هو: لماذا لا زلت أشتاق للنرجسي؟ لماذا لم أنساه؟ لماذا أحبه حتى الآن على الرغم من أنني أعرف أنه خطير، أنه مجرم، أنه شيطان؟ كيف هذا؟ هل أنا مريضة؟ هل أنا أعاني من مشكل؟ ما الذي يحدث معي؟ في هذا الفيديو الحصري سوف تجدين جميع الأجوبة عن هذا السؤال المحير. ستعرفين لماذا أنت لم تنسيه حتى الآن. فيديو جد مترابط، عليك مشاهدته حتى آخر ثانية لأنه سينقذ حياتك. فيديو سيأتي بجميع الأجوبة. قبل البدء كالعادة لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد، وإذا لم تكونوا قد اشتركتوا بعد الاشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم. ما الذي فعله هذا الخبيث؟ هو قد درسك جيدا، هو قد رأى ما الذي تتطلعين إليه، ما الذي تبحثين عنه في العلاقة، كيف هو رجل أحلامك، وقام بنسخ ذلك حرفيا وجعله صورة طبق الأصل في تمثال صنعه بنفسه لأنه فارغ من الداخل. تذكري هذا، هذا كله كان عبارة عن مرآة، عن شبح، عن وهم، لم يكن حقيقيا. استوعبي هذا، هذا مهم جدا لأنه السبيل الوحيد لكي تتحرري. هو فقط سراب، ليس حقيقيا، لم يكن في يوم من الأيام توأم روحك، لأنه فقط كان ينسخ ما الذي تريدينه وكان يطبقه على نفسه. هذا في مرحلة قصف الحب، لأن تلك المرحلة هي التي من خلالها استطاع أن يتغلغل في أعماقك، استطاع أن يكسب ودك، عطفك، حبك، استطاع أن يؤثر عليك، أن يجعلك متعلقة به عاطفيا. هو كالحرباء يتلون كما تشائين أنت، هو يتلون باللون الذي تريدينه، لأنه يعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لكي يجعلك تدمنين عليه. هذه هي الكلمة المحورية، الإدمان. أنت أصبحت مدمنة على مخدر يسمى شريكك النرجسي. الآن استوعبت أن ذلك الشخص بين قوسين الذي أحببته ليس حقيقيا، كان فقط مرآة لما تريدينه، مرآة للشخص الذي تتمنينه، كان عبارة عن شبح، عن وهم. تذكري هذا جيدا. الآن أريدك أن تركزي معي جيدا لأنك ستفهمين لماذا أنت مدمنة على النرجسي ولم تنسيه لحد الآن. النرجسي عندما كنت معه في علاقة، ما الذي كان يفعله؟ كان يجعلك تعيشين في مصاعد عاطفية، أي أنه يمدحك ثم يسبك، يذمك، وهذا يتكرر دائما. مرة تكونين سعيدة ومرات تكونين حزينة وبئيسة، وهذا كان يجعلك دائما تعيشين على أعصابك، أي أنك لا تعرفين بالضبط كيف هي هذه العلاقة، هل هي صحية أم سامة، هل المشكل منك أنت أم من الطرف الآخر؟ وهذا جعلك تعيشين نوعا من الإدمان. كيف ذلك؟ هذا الإدمان سببه هو تنويم مغناطيسي. نعم، إنه تنويم جعلك النرجسي تعيشين فيه بكثرة تلك الكلمات التي تعاد، تلك الحركات التي يعيدها النرجسي دائما، كلمات، تصرفات تتناوب، تتكرر، مرة إيجابية ومرة سلبية، أي مصاعد عاطفية. فهذا جعلك تصابين بنوع من التنويم المغناطيسي،
تذكري أن المنومين المغناطيسيين ما الذي يفعلونه؟ هم يكررون نفس الحركات، نفس الكلمات حتى تدخل للعقل الباطن، وهنا يسهل التغلغل في أعماق المريض والتلاعب بين قوسين به. التنويم المغناطيسي هكذا يشتغل، هكذا يعمل. فأنت كنت منومة وربما لا زلت منومة مغناطيسيا من طرف النرجسي. العامل الآخر الذي جعلك تشتاقين للنرجسي ولا تستطيعين الابتعاد عنه هو أنك قد استثمرت كثيرا في هذه العلاقة. استثمرت عواطفك، مشاعرك، أموالك، ربما استثمرت كل حياتك معه. لهذا فأنت تقولين لا أستطيع أن أضيع حياتي، لا أستطيع أن أبتعد عنه، لأنني ببساطة قد أمضيت أغلبية عمري معه، لذلك فيجب أن أعود له. هذا خطأ كبير جدا صدقيني، لأنك إذا عدت له فأنت تحكمين على نفسك ببساطة بالإعدام، لأنك هكذا سوف تعطينه كل مفاتيحك، سوف تعودين مذلولة، ستعودين خاضعة، وسيفعل بك ما يشاء. إذن حذاري لهذه الأفكار السوداوية التي تدفعك للعودة إلى هذه العلاقة المؤذية السامة. هنا أريد أن تركزي معي جيدا أختي العزيزة، لأن هذا الكلام الذي سأقوله هو جد مهم لكي تفهمي كيف يشتغل عقلك، ولماذا عقلك لحد الآن لا يستطيع التوقف عن التفكير في النرجسي. السبب هو أن عقلنا مبرمج على تذكر اللحظات السعيدة الجميلة، هكذا يشتغل دماغنا. نعم، كانت هناك لحظات جميلة، كانت هناك ذكريات سعيدة مع النرجسي، عليك أن تعترفي بهذا، والعقل فقط يتذكر تلك اللحظات ولو كانت قليلة، ويتناسى كل الأحزان، كل الآلام التي عشتها، كل اللحظات التعيسة، كل ذلك العنف، كل ذلك الصمت، كل ذلك الازدراء، كل ذلك السب الذي عانيته مع النرجسي. لذلك فأنت دائما تتذكرين اللحظات الجميلة وتشتاقين إليها وتريدين العودة لهذا الشيطان. هكذا يشتغل عقلك. لذلك فما أنصحك به هو أن تأخذي ورقة وقلما وأن تسجلي اللحظات السعيدة واللحظات التعيسة التي عشتها مع النرجسي، وهنا فقط سوف ترين بوضوح كيف كانت حالتك مع هذا الشيطان. فقط هنا سوف يبرمج عقلك على تذكر اللحظات التعيسة، على تذكر حياة السجن، حياة العذاب، الجحيم الذي عشته مع النرجسي. هكذا يبرمج عقلنا على تذكر الواقع، الحقيقة، لأننا إذا تركناه هكذا فصدقيني سوف يتذكر فقط اللحظات الجميلة. هذا سر من أسرار العقل الباطن، عليك أن تستخدميه، عليك أن تستعمليه لصالحك، وثقي بي هكذا سيبدأ تحررك، سيبدأ فك تعلقك العاطفي وإدمانك على النرجسي. أختي العزيزة، النرجسي لا يفكر مثلنا، النرجسي هو منحرف، ليست لديه عواطف، هو لا يحب، هو لا يشتاق. لذلك فالآن إذا كنت تعتقدين أنه يحبك، أنه يشتاق إليك، فأنت واهمة. النرجسي فقط يشتاق للتموين الذي تعطينه له، لطاقتك، لتعاطفك، ربما لأموالك، لكل ما له علاقة بتموينه النرجسي. تذكري هذا جيدا، النرجسي فقط يشتاق للطاقة التي يستمدها منك، يشتاق لتعذيبك، يشتاق لأن يراك ذليلة، لأن يراك خاضعة، لأن يراك محطمة، لأن يراك على وشك الانتحار. هذا ما يشتاق إليه النرجسي لكي يعيش. تذكري هذا جيدا، فحذاري من أن توهمي نفسك بأنه أيضا يحن إليك. إذا أعجبك هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة، ولا تنسي التعليق أسفل الفيديو، تهمني تجاربك وآراءك، أنا أقرأ جميع التعليق. في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى لتشاهدوها،
رابطا لتتواصلوا معي وروابط صفحاتي الاجتماعية. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وتذكروا كونوا سعداء.